أنا بدي أحكي لك شغلة بس ما بدك تجني وتهستري. لا تقولي يا أمير صراف أغلو ارتبط؟ إيه صحيح بخصوص أمير صراف أغلو، بس القسم الثاني. طيب شو اللي صاير؟ هاتي لشوف. أمير صراف أغلو هو اللي بده يعرض الملابس الرجالية اللي صممتها أمي. شو هاديا؟ شوفي كل هدول كلياتهم طالع موديلهم مشرشح. لا مو مشرشحين جانسو، بس اذا بدك هلا فينا نروح ونتسوق. ما بدي هلا، رح بيكون هونيك كتير نسوان حلوين ومزبطين حالهم، وانا شو ما لبست ما رح اقدر لا اطلع ولا اكون مثلهم. امير ما رح يطلع بوشي. بس بلكي هو بيتذكرني، مو هو يلي كمشني لما كنت عم بوقع؟ بتقولي ممكن يتذكرني؟ جانسو حبيبتي ليش ما بتهدي اعصابك شوي؟ كم مره حكينا بهالموضوع؟ ليكي هن اعلنوا بشكل كتير منيح وعزموكي الك كمان، يعني بدل ما تنبسطي عم تجلدي حالك. عم بجلد حالي؟ جلد شو يا؟ انتي بالاساس بتعرفي شو يعني جلد؟ شوفي هذا هو الجلد الحقيقي. هاد